سلام، كيفكم؟ اليوم حديثنا رح يكون عن افضل فيتامين للبشره. افضل فيتامين بقصد انه عن طريق المضغ، عن طريق الاكل. افضل شركه هي هاي الشركه الامريكيه اللي اسمها فيتا بير بيوتيفول. اقوى وافضل فيتامين على مسؤوليتي للبشره بشكل عام، على طبعا ما بقصد عن طريق المضغ، مو عن شكل كريم. يعني اللي بريد يحسن بشرته بدون استخدام كريمات، اقوى فيتامين هذا هو بدون اي منازع، لانه حاوي على كل الفيتامينات اللازمه لتجديد خلايا البشره، لتبييض البشره، لتفتيح البشره، لمحاربه التجاعيد والخيوط الرفيعه والشيخوخه تبع البشره. حاوي كل الفيتامينات بتخطر على بالكم. متواجد فيه طبعا الكولاجين النوع الاول والثالث، اللي هي ذاتها بيشتغلوا على البشره مثل ما بنعرف، بيشتغلوا على محاربه الشيخوخه، على محاربه التجاعيد، على تجديد خلايا البشره. موجود الهايرونيك اسيد فيه اللي بجدد خلايا البشره. موجود الالفا ليبوليك اسيد اللي ذاتا بحاول يحمي البشره من الاشعه فوق البنفسجيه مثل ما بنعرف، له فوائد كثيره، ولكن فوائده للبشره بيحمل البشره من الاشعه فوق البنفسجيه. وللبشره الجافه بيحاول على محافظه على يعني محافظه على طراوتها ونعومتها. في الجلوتاتيون ريفاسترول اللي هي ذاتا منتجات ممتازه جدا لموضوع تجديد خلايا البشره ولموضوع محاربه التجاعيد. في كمان الكيو انزيمتين اللي بيشتغل على توحيد لون البشرة، هاي أهم نقطة، بيشتغل على تصفية البشرة وتوحيد اللون. طبعا بالإضافة للفيتامينات الرئيسية للبشرة، هاي كل اللي عديت لكم إياها الشغلات اللي بتشتغل على البشرة، بس ما حكيت يعني إنه متواجد فيه الفيتامين A والسي والإي والبيوتين والسيلينوم، اللي ذات الفيتامينات الرئيسية للبشرة. يعني الفيتامينات الرئيسية طبعا للترطيب ولحماية ولتفتيح البشرة، يعني بيشتغل على موضوع اللي عندهم تصبغات، على موضوع اللي عندهم التهابات جلدية، على موضوع اللي عم دوروا على شيء يفتح البشره بشكل تدريجي، على موضوع اللي بدهم شيء يحارب التجاعيد. يعني بيشتغل على كل مشاكل البشره مثل ما مثل ما حكيتكم بالتفصيل، لكل مشاكل البشره هذا الفيتامين. استخدامه طبعا راح يكون مرتين، مره صباحا ومره مساء. كثير ناس بتوقع هالاكيد راح يسالوني على السعر. السعر تبعه طبعا غالي شوي على ما اظن، لانه هو بيجي مستورد امريكي. سعره 560 ليره حاليا. طبعا اذا طرأ اي زياده على سعره وكذا بخبركم فيها، ولكن حاليا سعره 560 ليره. هذا هو، وهذا فيديونا كان لليوم كاقوى فيتامين للبشره لحل كل مشاكل البشره، مرتين صباحا ومساء. طبعا على شكل اقراص بيجي، اقراص مضغ قميت، بتتاخذ مره صباحا مره مساء. هذا فيديو كان لليوم، وسلام.